السادسة والنصف على الشاشة العربية. عناوين صحفية. أهلا بكم، وهذه قراءة في عناوين الصحف السعودية صادرة هذا اليوم. 27 صلاحية لهيئة تقويم التعليم في تنظيمها الجديد، هذا العنوان الأول في صحيفة الوطن. وفي الوطن أيضا، مقاومة صنعاء تحشد القبائل لطرد الحوثيين، تأخر الخصخصة يعوق سوق الكهرباء التنافسية، 4000 ريال متوسط إنفاق السعودي على التسوق الإلكتروني، 50,000 غرامة قطع سياج الطرق. من صحيفة الوطن إلى المدينة، العدل لا يجوز الحجز على الأموال المملوكة للدولة، ضبط 2,096,071 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل، ملك البحرين يطلع على مجسم لمطار الملك عبد العزيز الجديد، بيان النيابة العامة، مهنية التحقيق سعيا نحو العدالة. من الوطن والمدينة إلى الرياض، ومن عناوينها نقرأ: ترامب يوقع قانونا لإنشاء وكالة الأمن السيبراني، أمريكا ترحب بإفراج كوريا الشمالية عن مواطنيها، المملكة تناشد قيادة ميانمار بمساندة واحتضان شعبها دون تمييز أو محاباة، مجرم بن عبد العزيز يفتتح جامع والدته في حي الملقى بالرياض. نتابع وإلى عناوين صحيفة الشرق الأوسط: 71 قتيلا وأكثر من 1000 مفقود جراء حريق كاليفورنيا، خالد بن سلمان يؤكد زيف الادعاءات واشنطن بوست. وزير الثقافة السعودية يبحث مع نظيره الإيطالي تعزيز العلاقات الثقافية، ستيفن باركلي وزيرا لبريكسيت في بريطانيا، روسيا تؤكد أن تسييس قضية خشخجي أمر غير مقبول. نتابع قراءة هذه العناوين وإلى صحيفة اليوم. الأمير خالد بن سلمان، ما تم ذكره في الواشنطن بوست غير صحيح، المملكة تناشد ميانمار بمساندة شعبها، الأمير مجرم بن عبد العزيز يفتتح جامع والدته، مؤشر العمرة إصدار 1,000,000 تأشيرة، الشورى يصوت على مشروع نظام الشركات. من اليوم نصل إلى صحيفة عكاظ. خالد بن سلمان ينفي مزاعم صحيفة واشنطن بوست بشأن تواصله مع جمال خاشقجي قبل وفاته أو اقتراحه عليه بالذهاب إلى تركيا. مملكة العدالة، حقوق مواطنيها لا تضيع. المعلمي، النظام الإيراني ظلمي كهنوتي لا يحترم حقوق الإنسان. عناوين صحفية. أهلا بكم. ومن ذاكرة 17 من نوفمبر في العام 1511، إسبانيا وإنجلترا يتحالفان ضد فرنسا. وفي العام 1558، الأميرة إليزابيث ابنة الملك هنري الثامن تتولى حكم إنجلترا خلفا لأختها غير الشقيقة ماري الأولى، وذلك تحت اسم إليزابيث الأولى. من الذاكرة: في العام 1808، القوات الإنكشارية العثمانية تثور ضد السلطان محمود الثاني بعد محاولته القضاء عليها. وفي العام 1809، البريطانيون يهجمون على معقل القواسم في رأس الخيمة، وبدء الحملة البريطانية الثانية. من الذاكرة: من أحداث 17 من نوفمبر في العام 1930، مجلس العموم البريطاني يشهد نقاشا حول فلسطين يتعلق بالطريقة التي تمارس فيها الحكومة انتدابها عليها.
وفي العام 1947 العالمان الأمريكيان جون باردن وولتر براتن يضعان المبادئ الأساسية للترانزستور، وهو عنصر أساسي في ثورة إلكترونيات القرن العشرين. من الذاكرة، في العام 1958 اندلاع ثورة الفريق إبراهيم عبود في السودان. ومن ذاكرة 17 نوفمبر في العام 1975 ملك المغرب الحسن الثاني يعلن عزمه تسيير مظاهرات شعبية إلى الصحراء الغربية لتحريرها بعد إعلان محكمة العدل الدولية أنها أرض مغربية. وفي العام 1989 بدء الثورة المخملية في تشيكوسلوفاكيا أثناء الحرب الباردة، وكانت بدايتها بمظاهرات طلابية في براغ. من الذاكرة، في العام 1998 إبرام اتفاقية واي ريفر، والتي نصت على انسحاب إسرائيل من بعض مناطق الضفة الغربية وعلى مكافحة الإرهاب وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل. من الذاكرة، إلى اللقاء. شكرا للزميل أحمد حسني على فقرة من الذاكرة وأحداث التاريخ التي حصلت في مثل هذا اليوم. نتابع وإياكم ومع بقية فقراتنا المقررة لهذه النصف ساعة. سنتوقف الآن مع فقرة لماذا لا، ولماذا لا يحترق الماء؟ لماذا لا مع عمران الخثيمي على العربية FM. لماذا لا يحترق الماء؟ عزيزي المستمع، إن الماء مكون من عنصرين هما الأكسجين والهيدروجين. الأول لا يحصل أي احتراق إلا بوجوده، والثاني يصنعون منه الآن قنابل هيدروجينية يفوق فتحها القنابل النووية. فلماذا لا يحترق الماء وهو مكون من هذين الشيئين؟ خصائص المركب مختلفة تماما عن خصائص العناصر المكونة، أي أن الماء المكون من ذرتي هيدروجين وذرة أكسجين ليس له ميزات كل عنصر من تلك المكونات منفردة. عند اتحاد الذرتين والذرة مع بعض تكون تماسكت، ولم تعد ذلك الهيدروجين وذلك الأكسجين، ويكون قد تكون الماء الذي لا يزال أفضل ما يمكن أن نطفئ به النار، إذ يغلف الحريق بطبقة من البخار تمنع الأكسجين المساعد على الاشتعال من إبقاء النار موقدة. لماذا لا مع عمران الخثيمي على العربية FM. للزميل عمران، طبعا هذه نصف ساعة سريعة جدا، الوقت داهمنا، ولكن سنتوقف الآن وبشكل سريع مع زميل عارف حجاوي وهذه الموسيقى الكلاسيكية الرائعة. سنستمع للحركة الختامية للسيمفونية السابعة لبيتهوفن، وبعد هذه الموسيقى الكلاسيكية الرائعة ونتمنى أن تعجبكم يعني طبعا، وهيك تروق لكم أعصابكم عندها الصباح، رح نتابع نحن وياكم على رأس الساعة نشرة مفصلة للأخبار مع زميلة أيضا ميسون. ابقوا معنا، وبعد طبعا هذه الفقرة نتابع كما ذكرنا الأخبار السياسية من قناة العربية. همس وضوضاء، رحلة في الموسيقى الكلاسيكية.
يصحبكم فيها عارف حجاوي. في وصف للقطعة التي سنستمع إليها بعد قليل يقول الكاتب الموسيقي ديفيد أوين: في هذه الحركة الختامية تنطلق من عقالها القوى الشيطانية، وهو يقصد الحركة الختامية من السيمفونية السابعة لبيتهوفن، حركة مليئة بالطاقة من البداية إلى النهاية. يتفجر غضب بيتهوفن فيملأ المكان. هذه موسيقى لا تمشي على الأرض، بل تقفز قفزا فوق قمم الجبال الشواهق. هذه موسيقى عملاقة كتبها رجل مثالي قصير القامة غاضب الملامح، لكنه عملاق في مشاعره. هذه السيمفونية تعود إلى عام 1812، العام الذي كان فيه نابليون غارقا في وحل روسيا، يسعى في هزيمة أسطورته سعيا حثيثا. كان بيتهوفن قد خاب أمله في المبادئ التي أعلنتها الثورة الفرنسية، ورأى أن العالم ما زال عالم الشر والخسة والعبودية. كان بيتهوفن في هذه الفترة قد بدأ يستغني عن البوق الحديدي الذي يضع طرفه الدقيق في أذنه ويوجه فوهته الواسعة إلى جلسائه ليسمع كلامهم. الآن لم يعد لهذا البوق نفع، واستعاض عنه بيتهوفن بالدفاتر الصغيرة التي كان يقدمها لزواره كما يقدم المرء الحلوى للضيوف، وعلى كل ضيف أن يكتب ما يريد. لحسن الحظ أن هذه الدفاتر بقيت لنا بعد بيتهوفن، وهي الآن في متحفه في فيينا. ولسوء الحظ أن كلام بيتهوفن، وهو الذي يهمنا أكثر، ليس مدونا فيها طبعا، فبيتهوفن كان يقول ما يقوله بلسانه. نستمع إلى هذه الحركة التي قال فيها سير جورج غروفي: إن فيها من الطاقة والنار ما يمكنه إحراق العالم. الحركة الختامية للسيمفونية السابعة لبيتهوفن.
همس وضوضاء. كان معكم عارف حجاوي، وفي الهندسة مهند قعدان.